أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العالمين. البدري يحذر المنتخب من التهاون أمام الكونغو. الفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا للاتحاد والنجم. أشعة جديدة لعبدالله السعيد للتأكد من سلامته. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حضر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي المنتخب الوطني من التعامل مع منتخب الكونغو على أنه في متزايل المجموعة أو النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب بالفوز عليه قائلا: يجب احترام الكونغو والتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية. وأكد البدري ثقته في وعي الجهاز الفني واللاعبين على تجنب هذه النقاط التي قد تكون ضد مصلحة الفريق الوطني، وطالب المدرب الجميع داخل المنتخب بالتفكير الإيجابي باعتبار أن هذه المباراة هي مباراة الحسم والصعود لكأس العالم، مشيرا إلى أن الرغبة عند الجهاز الفني في تأهيل أنفسهم واللاعبين للفوز سينعكس بالإيجاب على منح اللاعبين الطاقة الإيجابية للفوز باللقاء. أبدى حسام البدري المدير الفني للأهلي ارتياحه عقب ظهور الأشعة التي خضع لها عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق وعدم وجود تمزق في العضلة الخلفية. وأضاف البدري أنه من الصعب أن يشارك السعيد مع المنتخب الوطني في مباراة الأحد المقبل أمام الكونغو لأنه في حاجة للراحة من المباريات، ولكن في فرصته كبيرة في التواجد أمام النجم الساحلي بمباراة الإياب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 22 أكتوبر الجاري. أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري أن الفريق يمتلك البدائل الجديدة والقادرة على تعويض الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي في لقاء العودة ببرج العرب. وقال البدري أنه لديه ثقة كبيرة في كل المجموعة المقيدة في القائمة الأفريقية بتحمل المسؤولية وتخطي كل المحطات الصعبة. وشدد البدري على أنه سيحرص على تجهيز البدائل والحلول خلال المرحلة المقبلة لتعويض الغيابات والسعي بكل قوة نحو المنافسة من أجل الفوز بلقب البطولة. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن الفريق لديه فرصة كبيرة للتأهل من برج العرب إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وتجاوز عقبة النجم الساحلي. وقال البدري أن الفريق بإمكانه الفوز على النجم الساحلي في مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بشرط التركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني. وأضاف المدير الفني: ننتظر الدعم الجماهيري أمام النجم في مباراة العودة بملعب برج العرب بالإسكندرية والذي سيساعدنا بشكل كبير على تحقيق الفوز. وأضاف أن الفريق يعاني من سوء الأداء التحكيمي في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أداء حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي أثر بشكل كبير على النتيجة النهائية للقاء. انتظم عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مران الفريق اليوم الخميس عقب غيابه عن التدريبات أمس بحصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري. كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أكد أن عماد متعب وأحمد حمودي لاعب الفريق حصل على إذن بالغياب عن المران المساء أمس الأربعاء وسينتظمان في مران اليوم بشكل طبيعي. وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري برنامجا خاصا
للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق. ويرغب الجهاز الفني للأهلي في إعادة أزارو لمستواه البدني بعد الراحة التي حصل عليها، بالإضافة إلى تدريبه على استغلال الفرص التي تلوح له أمام المرمى، ليستثمر الفريق هذه الفرص في مبارياته المقبلة، خاصة لقاء النجم الساحلي المرتقب. وأكد حسام البدري المدير الفني للفريق أنه مؤمن بقدرات أزارو الفنية والبدنية، ولكن اللاعب في حاجة إلى التدريبات بشكل مكثف على اللمسات الأخيرة ليترجم محاولاته إلى أهداف. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا. وخاض الفريق تدريباته اليوم في غياب اللاعبين الدوليين، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية يوم السبت المقبل أمام فريق اف سي مصر. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات الفريق ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير، أمير قول لنا عن كواليس التدريب النهاردة. طبعا النهاردة النادي الأهلي توصل تدريباته استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري إن شاء الله يوم الخميس القادم في الدولة الثانية بالنسبة للنادي الأهلي، أو في بطولة الدوري العام بالنسبة للنادي الأهلي، وهي أكيد مباراة مهمة، بالتالي استعدادات مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة دي، خصوصا النادي الأهلي يتم الدوري وبعدين إن شاء الله مباراة النادي الساحلي اللي هي غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي. بالتالي استعدادات قويه بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، اللاعبين المتاحين طبعا. خليني اقول لك في حوالي 19 لاعب بس في مران النادي الاهلي النهارده كابتن هيثم، هم اللي بيستعدوا للمرحله المقبله، خصوصا ان في بعض اللاعبين الدوليين مختلف المنتخبات سواء مع منتخب او منتخب بالنسبه لعلي معلول، لكن بشكل عام ماشيه بشكل جيد جدا. طب امير، يعني طمنا على المصابين خاصه احمد الشيخ، ايه اخبارهم المصابين كلهم؟ أمير، مع فريق اف سي مصر في إطار الاستعداد أيضا لمباراة الاتحاد السكندري. خليني أقول لك بالنسبة للمصابين، يمكن أحمد الشيخ لسه بيواصل تدريباته العلاجية، كان عنده زي تقلصات في عضلات الظهر وبالتحديد في العضلة القطنية، لسه قدامه أكثر من يوم إن شاء الله عشان أو يخش التدريبات الجماعية التدريجية مع الزملاء وطبعا في النادي الأهلي. وليد سليمان النهارده يمكن متابع التدريبات بسبب اصابه يمكن تعرض ليها مع نهايه مران الامس، لسه ما تحددش موقف وليد سليمان، هل هيتم مشاركه بالنسبه له خلال التدريبات غدا او لا، او هل هيشارك في المباراه الوديه ولا لا. لكن خليني اقول لك يمكن هي المباراه الوديه يا كابتن هيثم هتكون مهمه جدا للاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في الفترات اللي فاتت، ودي سياسه بيتبعها الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري، تزيد اكبر كم من اللاعبين ان شاء الله للمرحله المهمه المقبله. خليني اقول لك ان ايضا عدد التدريبات النهارده عماد متعب واحمد حمودي، وعماد متعب يعني ما شاركوش في التدريبات الامس بعد حصولهم على اسم الكابتن سعد عبد الخالق، النهارده شاركوا في التدريبات بشكل جيد. يمكن عماد متعب بالتحديد في التقسيمه اللي كانت في اخر المران يمكن ادى تقسيمه قويه جدا وتالق فيها بشكل ملفت، لكن طبعا الامور كلها ماشيه بشكل جيد يا كابتن. الزميل أمير هشام، شكرا جزيلا ليك، طمنتنا على الفرقة، وإن شاء الله أكيد هنتابع على قناة النادي الأهلي المزيد عن الأخبار عن فرقتنا وعن المباراتين القادمين إن شاء الله، الاتحاد السكندري والنجم الساحلي. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف التشكيلة المثالية لجولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وشهدت التشكيلة المثالية تواجد عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي بعد أدائه بشكل جيد في مباراة النجم الساحلي. وضمت التشكيلة تواجد 5 لاعبين من النجم الساحلي و3 لاعبين من نادي الوداد المغربي ولاعبين من فريق اتحاد العاصمة الجزائري. روحنا كانت حلوة تشجعنا
وإلى أخبار المنتخب الوطني، حيث يواصل المنتخب استعداداته الجادة لمباراته الهامة أمام منتخب الكونغو يوم الأحد المقبل في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. ويؤدي المنتخب مرانه اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء حسام عاشور ومحمود كهربا الذين يؤديان برنامجا تأهيليا خاصا. ومن المقرر أن يحضر مران اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل برئاسة هاني أبو ريدة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات. طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني لاعبيه بعدم الاستهانة بمباراة الكونغو. وأكد كوبر للاعبيه أن خسارة الكونغو أمام غانا في الجولة الرابعة للتصفيات بنتيجة 5-1 خادعة ولا تعبر عن سير اللقاء، موضحا لهم أن الكونغو حققت نسبة استحواذ بلغت 51% أمام غانا، ومن المتوقع أن تعتمد على نفس الأسلوب في مباراة الأحد المقبل. أكد عمرو جمال مهاجم من المنتخب الوطني وبتفست الجنوب أفريقي أنه ينتظر تحقيق حلمه وحلم المصريين بالتأهل لكأس العالم المقبل بروسيا 2018. وأوضح جمال أن الجميع ينتظر منه تسجيل الأهداف وهو ما يسعى إليه مع المنتخب، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأداء الجماعي والالتزام بخطة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني أهم من تسجيله الأهداف. وأضاف جمال أنه يبذل قصارى جهده للعودة لمستواه بعد أن لازمه سوء توفيق في أكثر من مباراة، سواء مع ناديه السابق الأهلي قبل الرحيل للاحتراف بجنوب أفريقيا، وسيبذل قصارى جهده أيضا لقيادة الفراعنة للفوز على الكونغو. أكد إيهاب الهيطة مدير المنتخب الوطني أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيخضع لأشعة جديدة اليوم الخميس تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب الفريق أو طبيب المنتخب. ويرغب الجهاز الطبي في الاطمئنان على حالة اللاعب والوقوف على مدى تعافيه من إصابته وجاهزيته لخوض اللقاء أو لقاء المنتخب، مشيرا إلى أن السعيد ليس جاهزا بنسبة 100% لخوض لقاء الكونغو. وما زلنا مع أخبار تصفيات المونديال، حيث أكد بيتشيمون بواكي مهاجم المنتخب الغاني على ثقته في قدرة منتخب بلاده في الفوز على أوغندا في المباراة المقررة بينهما السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. وقال بواكي في تصريحاته لوسائل الإعلام إنه على يقين أن منتخب غانا يمتلك دوما أكثر اللاعبين موهبة على الإطلاق ودوما يسعى إلى الفوز. وأضاف بواكي أن موقف المنتخب الغاني صعب ولكنه ليس مستحيل، والجميع تعهد على التركيز في المباريات المقبلة من أجل الفوز. أكد موسى باسيلا المدير الفني لمنتخب أوغندا على أنه جاهز بفريقه لموقعة غانا المصيرية لبلاده في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. وأشار باسينا أنه مستعد لمنتخب غانا وسيلعب من أجل تحقيق الفوز، معربا عن ثقته في تأهل الفريق للنهائيات كأس العالم برغم وجوده في المركز الثاني حتى الآن خلفا لمصر. وأنهى مدرب أوغندا تصريحاته قائلا: نريد أن نحقق الفوز في مبارياتنا المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم، والفوز على غانا صعب دائما بغض النظر عن قائمة لاعبيها، لكننا سنخوض مباراة قوية. أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الاستعانة بالحكم الخامس ستبدأ اعتبارا من الجولة الخامسة للدوري الممتاز التي ستنطلق الأسبوع المقبل. وقال عبد الفتاح أن الحكم الخامس سيكون فاصلا في عدة حالات مثل احتساب ركلات الجزاء والأهداف والتأكد من صحة الإنذارات
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن الحكام يتدربون حاليا في معسكرهم لمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر على تطبيق الحكم الخامس بعدما وصلت أطقم السماعات الخاصة للتواصل بين طاقم الحكام بالكامل. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى والبداية من تنس الطاولة حيث توجت دينا مشرف بلقب منافسات السيدات في بطولة الجمهورية لليوم الواحد لتنس الطاولة والتي تقام فعالياتها بمجمع الصالات باستاد القاهرة. وجاء تتويج دينا بعد فوزها في المباراة النهائية على زميلتها في الأهلي رويدة عصام بنتيجة 3-1، وحصدت أميرة يسري لاعبة الأهلي أيضا على المركز الثالث، كما توج خالد الأعصر لاعب الأهلي بلقب منافسات الرجال عقب فوزه في المباراة النهائية على كريم عراقي لاعب الزمالك بنتيجة 3-2، وحصد لاعب الأهلي على علي غلاب على المركز الثالث عقب تغلبه على أحمد علي صالح لاعب إنبي بنتيجة 3-1. ارتقى عمر عصر لاعب المنتخب الوطني الاول لتنس الطاوله ونجم الاهلي السابق والمحترف حاليا بفريق فريدر بريمن الالماني للمركز 21 عالميا في التصنيف العالمي لشهر اكتوبر الجاري. وتقدم عصر لهذا المركز بعد النتائج المبهره التي قدمها خلال الفتره الماضيه والتي كان اخرها وصوله لدور الثمانيه ببطوله النمسا الدوليه وهي احد البطولات الكبرى على صعيد اللعبه. ونجح لاعب الأهلي السابق في الوصول لأفضل مركز لأي لاعب مصري وعربي وأفريقي على مدار التاريخ. فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات على فريق المعادي بنتيجة 34-8 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المعادي في ختام استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقات الدوري مطلع الأسبوع المقبل. ويؤدي الفريق تدريباته يوميا دون توقف حتى مواجهة نادي السنطة في افتتاح مبارياته بالدوري والمكررة بعد غد السبت. فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الصيد بنتيجة 90-55 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأهلي في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري المقررة في 20 أكتوبر الجاري. شهدت المباراة تألق العديد من اللاعبات وشوط إضافي خامس بناء على رغبة فريق الصيد لتصبح النتيجة 104-73 لصالح الأهلي. يذكر أن الفريق يواجه نادي النصر غدا الجمعة في ثاني مبارياته مع مباريات منطقة القاهرة بعد أن تغلب على الطيران في الجولة الأولى. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة. كابتن إيهاب، يعني طمنا على الفريق، أخباره إيه؟ كابتن هيثم إزيك؟ الحمد لله الفريق ماشيين بشكل كويس، بنلعب ماتشات بداية. الحمد لله رب العالمين ماشيين كسبنا المباريات
الحمد لله ماشي كويس. طب كابتن هاب طمنا عن التعاقدات، هل هالة شعراوي استنت مع الفريق ولا هتمشي؟ يعني طمنا على اللاعبات اللي كان يعني بيجري التعاقد معاهم. والله احنا الفرقه كلها احنا موجودين، عندي اربع بنات وال من تحت سن 12 سنه تعاقدوهم، ماشيين بشكل كويس جدا جدا الحمد لله، مع قوام الفريق الاساسي موجود زي ما هو. الحمد لله موجودين. هلا مرة معايا لحد الفتره كان استاذنت يعني بقى لها ثلاث اربع ايام كده ما بيجيش التمرين، وان شاء الله هلا لو ما جالهاش حاجه يعني بره مصر ان شاء الله هي موجوده مع النادي الاهلي يعني ان شاء الله. طب الاصابات عندك اصابات يا كابتن ولا الفرقه الحمد لله كلها يعني في الملعب؟ اخرها كانت جنى مصطفى كان عندها اصابه في عضله الضمه، الحمد لله نزل التمرين اول امبارح، فالحمد لله يعتبر ما فيش اصابات بفضل الله دلوقتي. وعندنا ماتش مع نادي النصر بكره في وسط المنطقه ان شاء الله، ويوم الاحد مع الغابه ان شاء الله ماتش كويس ان شاء الله. بناخدهم كابتن هيثم استعداد، بناخد مباريات المنطقه استعداد ان شاء الله للدوري المرتبط اللي تأجل ليوم 20/10 ان شاء الله. كابتن ايهاب الالف المدير الفني للفريق الاول للسيدات، شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكم ان شاء الله وكل الالعاب الاخرى بالنادي الاهلي. يلتقي مساء اليوم المنتخب الوطني لكرة السلة رجال بقيادة عمرو أبو الخير مع نظيره السعودي في أولى مباريات بطولة جدة الدولية الودية، والتي تستمر حتى السبت المقبل بالسعودية. ويشارك المنتخب الوطني في البطولة مع منتخبات البحرين والمغرب بالإضافة إلى السعودية المستضيفة للبطولة. وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لسيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني هشام بدراوي إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة 7 وحتى 14 أكتوبر الجاري. وتضم قائمة لاعبات الفريق 12 لاعبة، وهن نهلة سامح وشروق فؤاد ودعاء الغباشي ومريم مصطفى ودينا شوقي وفريدة العسقلاني ونور ياسين وآية الشامي وميار خليفة وآية خالد ونهال جمال وندى أورا، ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني للبطولة أو لبطولة العالم المقرر إقامتها باليابان. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم عشان نستكمل نشرة أخبار الساعة 6 من قناة النادي الأهلي. وإلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من إنجلترا، حيث أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن فوز محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بجائزة لاعب الشهر للفريق للمرة الثانية على التوالي. كما فاز صلاح بجائزة أفضل هدف لشهر سبتمبر بنسبة تصويت وصلت إلى 43%، والذي كان سجله في فريق ليستر سيتي. واستطاع صلاح التفوق على زميله البرازيلي كوتينيو في التصويت على جائزة أفضل لاعب، حيث حصل على 41% من الأصوات، في حين نال البرازيلي 23% فقط. ألف مبروك لمحمد صلاح وبالتوفيق في مشواره الاحترافي الخارجي. يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لإعادة نجمه السابق وأفضل لاعب في العالم أربع مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسباني إلى صفوفه مجددا. وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن يونايتد سيستغل الخلاف بين رونالدو والنادي الملكي ليدفع مبلغ 151 مليون جنيه استرليني وراتبا سنويا يبلغ 23 مليون استرليني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في معادلة أوضاعه المالية من أجل عدم مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بعد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الأسباني مقابل 222 مليون يورو. وقالت صحيفة آس الأسبانية أن سان جيرمان سيتخلى عن مهاجمه الأرجوياني أدينسون كافاني من خلال بيعه لأحد الأندية الراغبة في ضمه. وذكر التقرير أن كافاني سيتم بيعه من ثم
سيتم التعاقد مع أليكس سانشيز من أرسنال مجانا في نهاية الموسم الجاري. ألقت الشرطة البرازيلية القبض على كارلوس لوزمان رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في 2016 ريو دي جانيرو البرازيلية في منزله للاشتباه في تقديم رشاوي لحصول المدينة على تنظيم الأولمبياد. وذكرت التقارير الإعلامية أيضا أن قوات الشرطة البرازيلية قامت بالقبض على ليوناردو جرينر الساعد الأيمن لنوزمان ومدير التسويق باللجنة المنظمة لريو 2016. وكانت الصحيفة قد أشارت يوم الاثنين الماضي أن جرينر اعترف أمام السلطات أنه اجتمع في باريس مع رجل الأعمال أرثر سواريز وذلك قبل اختيار ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد بيومين. عبر ماركو ريوس نجم بروسيا ديترموين ومنتخب ألمانيا عن حزنه بسبب الابتعاد عن المشاركة مع فريقه للإصابة. وقال ريوس في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية أنه مستعد لدفع كل ثروته مقابل العودة للعب كرة القدم. وأضاف ريوس أنه أصبح يكره التدريب منفردا وأنه يشعر بحزن كبير بسبب ابتعاده عن زملائه في الفريق وعدم التدريب معه. اقترب بوب هاينز من العودة لتدريب فريق بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للإيطالي كارلوس أنشيلوتي بعدما تراجع عن اعتزال التدريب. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن هاينكس من المقرر أن يعود لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم وتسليم المهمة لمدرب آخر. وكان هاينكس قد قاد بايرن ميونخ للتتويج بالثلاثية التاريخية في 2013 حيث حقق لقب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا قبل أن يعلن اعتزاله التدريب. أكد النجم الإيطالي لورينز إنسيني لاعب نابولي أنه سعيد باللعب مع فريقه الحالي مشيرا إلى أن الأجواء في نابولي لا يعادلها أي أجواء أخرى. وقال إنسيني في تصريحات لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أنه فضل البقاء في نابولي على اللعب مع ميسي وسواريز في برشلونة لافتا النظر أنه يرفض حتى فكرة الرحيل عن ناديه. وعبر إنسيني عن أمنيته بتحقيق ألقاب عديدة وكبيرة مع نابولي حيث يرى أن الموسم الحالي فرصة لتحقيق لقب الدوري وإنهاء سيطرة يوفنتوس على البطولة. حسم التعادل الإيجابي مواجهة سوريا وأستراليا في ذهاب تصفيات الملحق الأسيوي لتصفيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها بروسيا. المنتخب الأسترالي تقدم عبر روبي كروس في الدقيقة 40 من زمن اللقاء قبل أن يتعادل السوريين من ركلة الجزاء في الدقيقة 85 عن طريق عمرو السومة. ويقام لقاء العودة في أستراليا الثلاثاء المقبل حيث سيلتقي الفائز من المباراة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع والبداية من بوابة الأهرام. الأهلي يلتقي FS مصر وديا استعدادا للاتحاد السكندري. وفي المساء سيد عبد الحفيظ الأحمر مش فاضي لشائعات الاحتراف. وفي الوفد عبد الله السعيد يخضع لأشعة جديدة في معسكر المنتخب.
وفي المصري اليوم مؤمن زكريا اللاعبون على قلب رجل واحد ولسنا مهتمين بمباراة أوغندا. الوطن سبورت أزارو يعود إلى القاهرة اليوم بعد زيارة عائلية. وفي الشروق تغيرات إجبارية في تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد. وفي البوابة نيوز اليوم الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لزعيم الثورة. وفي فيتو البدري يطلب تقريرا طبيا عن أحمد الشيخ. وفي يلا كورة عبد الحفيظ السعيد لن يشارك مع المنتخب إلا إذا كان سليما 100%. في الجول مدرب الأهلي بكماني جاهز للمشاركة، وأكد ياسر من القوام وأحمد ياسر من القوام الأساسي. دوت مصر وليد أزارو يخضع لبرنامج خاص تحت قيادة حسام البدري. يورو سبورت عربية 6 لاعبين في الأهلي سلاح البدري للعودة بالدوري. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الساعة 6 مساء من قناة نادي الأهلي. دمتم في أمان الله.